إن انتخاب رئيس جديد للجنة الأولمبية الجزائرية من شأنه أن يطوي نهائيا صفحة الصراعات والخلافات التي ميزت طيلة سنوات الساحة الرياضية والأولمبية، وخاصة فتح صفحة جديدة قوامها لم الشمل والوحدة والاستقرار في العائلة الرياضية والأولمبية، وتغليب المصلحة العليا للرياضة الجزائرية فوق كل اعتبار. هي أيضا فرصة نغتنمها لإعادة بناء علاقة جديدة بين الوزارة واللجنة الأولمبية، علاقة نريدها مؤسساتية مبنية على التعاون، على التكامل، وعلى الشراكة الاستراتيجية في خدمة الرياضيين وفي خدمة الرياضة الجزائرية.